السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلب ام سوز الغاليين، عاملين ايه النهارده يا حبيب قلبي؟ بقى ايه، دخلت اوضه النوم بتاعتي، قلت بقى ايه، هروق الاوضه وانضفها واغير فرش السرير يا حبيب قلبي، واحط له بقى ملايه نظيفه ومفرش نظيف. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان اوصل لكم كل جديد من ام سوز يا حبيب قلبي، ونوروني كده في القناه التانية روتينات الملكه سوزي يا جماعه. هنغير نطبق بقى اللحاف الدنيا يا جماعة. الجو اليومين دول التلج من أول ما طوبة بدأ وبيجي بالليل، بقالنا 4 أيام أو 5 أيام كده بيبقى الجو ساقع ساقع، يعني بنبقى مقفلين وسقعانين، برضه بنبقى قاعدين وسقعانين، لأن كان الحر باين ياما، الشتا هيبقى أكتر. بيقولوا لما بيبقى حرها كتير بيبقى شتاها كتير، بس هي ما بي يعني إيه، المطرة مفيش مطرة قوي، بس الساقعة بقى ساقعة. شوف بقى، بنستغطى بالمفرش ده، هو بدفي برده، بنستغطى باللحاف، وساعات بنحط دفايات برده علينا والله من كتر الساعة. الفرش ده يا جماعة بتدفي، بحطهم عشان والله هم اللي بيدفوني، لو حطيت الملاية لوحدها ما بتدفيش زي ما بحط على المفرش. طول الشتاء بقى فرش ده مفرش من دي، هي بتغلبني وانا بغسل، لما بابا مغيرة كمان السرير بتاعت البنات، والسرير ده بيبقى عندي كوم غسيل قد كده، لسه غاسلة كوم غسيل قد كده. عندنا السبت مش بيخلى من كتر الغسيل. المفرش برضو حبيبي، فرشت الملاية اهو، حط بقى المفرش. خلوش عليا بقى باللايكات يا حبايب قلبي والاشتراك في القناة، ونوروني كده، وشاهدوا الفيديوهات يا حبايب قلبي، عشان هو اللايك اللي بيرفع لي الفيديو حبايب قلبي. ايه رايكم بقى في المفرش الجميل ده؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال والحلاوة؟ رأيكم بقى في السرير؟ راح زي الفل. ركب بقى الوش بتاع المخدة،
مش ده اللي هيغليني لان هو ضيق شويه. نمسح بقى ايه؟ استنوا يا جماعه هجيب البخاخه عشان ايه هلمع بيها. حاطه بقى ايه في البخاخه ولمع للخشب. هلمع بيهم حبايب قلبي والدولاب والتسريحه ونظف الدنيا بيهم كده. لمع بيهم الخشب كده حبايب قلبي. شايفين يا جماعه الخشب بيلمع ازاي؟ اه لما بمسحه بالملمع بتاع الخشب ده بيخلي الخشب جميل. الاوضه زي ما تكون الدولاب زي ما يكون راجع جديد زي ما كان زي ما كان لسه جاي. هقلب بقى ايه الحته كده عشان امسح الملايين. مش هحط عليها ايه ملمع ولا حاجه لان ده ملمع للخشب مش للازاز. وش بقى شويه هنا كده كده ايه لمعنا الدولاب. شايفين جميل ازاي؟ هلمع بقى التسريحه. عيال مليل للتسريح. لما تتسرحوا يا حبايبي لما بقى تكملوا زي الفل يا جماعه. والباب بتاع الباب على شويه تراب عايزه برضه امسحه كده. شايفين التراب يا جماعه؟ كل حاجه في الاوضه كده ونخليها زي الفل. شايفين التراب؟ مسحت الباب بتاعي كمان. مسحت كل حاجه في الاوضه خليتها زي الفل. هطلع بقى ايه السجاده بتاعتي واجيب المقشه واكنس الاوضه وامسحها يا حبايب قلبي.
جبنا بقى المقشه بتاعتنا عشان نفرز الاوضه. طلع بقى سلة الغسيل ده بره. جبت بقى الميه بتاعتي محضره اهوت. همسح بقى حط فيها بقى ايه المكونات اللي انا بستعملها على طول، اللي هو الديتول والكلور، وحطيت برده شويه معطر عشان تخلي الاوضه حته جميله حبيب قلبه ومنعشه كده. حبيبي كده خلصت، هنسيب بقى لكم دي. وهسيب بقى الأوضة بتاعتي لما تنشف. وايه واجيب السجادة بتاعتي انا هحطها برضو على السلم. لما الأوضة تنشف بقى هدخلها وافرشها. متنسوش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا سلام يا حبيب قلبي مسوسة.